ينضم إلينا من القصيم مستشار أمير منطقة القصيم الأستاذ إبراهيم الماجد. مرحبا بكم أستاذ إبراهيم ومساء الخير. في اليوم الثاني من هذه الزيارة الكريمة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين وبصفتكم مستشار لأمير منطقة القصيم، كيف ترون أن هذه الزيارة ستعود بالخير على القصيم وعلى أهل القصيم؟ أهلا وسهلا أخي الكريم. الحقيقة زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة القصيم ليلة البارحة وهذا اليوم، وكما قال سمو الأمير فيصل بن مشعل في كلمته البارحة بأنها أضفت بهجة وسرور على أهل المنطقة بشكل عام. أولا لأن خادم الحرمين الشريفين أتى لأبنائه وأتى إلى جنوده، فالمنطقة كانت الحقيقة وأهل المنطقة كانوا في شوق وترقب لهذه الزيارة الملكية الكريمة، وقد شاهد الإعلام وشاهد من تجول في الطرقات مشاعر البهجة الكبيرة التي علت كل المحيا وكل أهل القصيم كبير وصغير ذكر وأنثى. المشاريع التي أعلن عنها اليوم ودشنت اليوم ووضع حجر أساس لبعضها والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 16 مليار ريال، لا شك أنها ستنعكس إيجابيا على المنطقة. فإن تحدثنا عن المشاريع التي تم إنجازها فإنها مشاريع حيوية، مشاريع تمس حياة المواطن، وبالتالي يعني سيكون أثرها على في الخدمات التي تقدم للمواطن واضحة جلية من هذه الساعة. المشاريع التي تحت الإنشاء أو التي وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لها هذا اليوم طبعا مشاريع مهمة، وكل المشاريع لو لاحظتم الثمان جهات التي أعلن عن مشاريعها كلها جهات مهمة وتمس خدماتها تمس المواطن بشكل مباشر. فإذا نظرنا لمشاريع الإسكان على سبيل المثال، مشروع ضخم جدا في محافظة عنيزة، كم من الأسر سيحتضنهم هذا المجمع الضخم جدا. إذا نظرنا إلى مشاريع وزارة التعليم أو بالأخص مشاريع جامعة القصيم، نلحظ التوسع الهائل جدا الحقيقة في ما تقدمه الجامعة للطلاب والطالبات، سواء في مقرها الرئيسي في مدينة بريدة أو في المحافظات الأخرى. فالجامعة القصيم كما هو معلوم منتشرة في كافة أنحاء منطقة القصيم وليس محصورة في المركز الرئيسي. لذا فإننا يعني نؤكد على ما أكد عليه صاحب السمو الملكي أو ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، بأن هذه الحزمة من المشاريع حزمة مهمة جدا وستكون لها آثار إيجابية كبيرة جدا، وهذا يثبت أن المملكة العربية السعودية في قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله سائرون على الرقي بهذا البلد وتوفير فرص العمل. نعم. وتوفير كل ما يخدم المواطن. الأستاذ إبراهيم الماجد مستشار أمير منطقة القصيم، شكرا جزيلا لك.